ناس هنا يا صوفة فاكرة إنه الجنيه اللي بيدفعوه جمل. إحنا بقى هناخد منهم الجمل وهناخد الجنيه ومش هياخدوا مننا بعون الله غير اللي إحنا عايزين نديه لهم. ماشي اللي تشوفه. أنا بس ليه عندك طلب؟ وحياة صوفة وحياة صوفة وحياة صوفة هدي الأمور مع أمي شوية. أمك؟ أنت عارف أمك دي لو تطول كده تاكلني لحم وترميني عظم مش هتقول لا. في إيه يا سينا؟ هي الحياة كلها قفشة قفشة قفشة. في الحنية والرقة بتاعت سينا؟ يا بت ده انت بتلف في البلد دي كلها وبتحطيها في عبك، مش هتقدري على الولاية القرشانه دي. اضحك عليا يا اخويا بالكلمتين الحلوين بتوعك دول يا ريت. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ انت وعدتني انك انت تجيب لي حلق وسلسله ذهب. حلق وسلسله ذهب بس؟ ده انا كنت عبيط، ده انا هجيب لك الساغه كلها. بس ادعي معايا بس ان المولد ده يعدي. لا ماليش دعوه، يعدي ما يعديش انت وعدتني. عينيا يا بت. ماشي. عارفه يا سينا نفسي في ايه؟ في ايه يا روح الروح؟ نفسي في عيل. صوفة! أمّا خير يا أمّا خير! لا مش خير، بدور عليك، سايب المقاطيع وقاعد هنا بتعمل ايه؟ مش المفروض يا ابني تشوف الفرش بتاعنا واللي لينا؟ ولا دماغك مش فيك؟ أهو، سايبهولك كله كامل مكمل اشبع بيه، وأنت خليها تنفعك. هنفع، هنفع يا روح أمك، هو في حد هينفع غيري؟ بقول لك ايه يا ولية أنت؟ لمي نفسك والا عزة وجلالة الله امشي وارحل من هنا. يا ريت. وانت شايفانا يا اختي ماسكين في دالك ولا ايه؟ اهدي يامه اهدي يامه. تمشي ايه؟ ما تسيبهاش تمشي. استرجل يخرب بيتك. حاضر يامه استرجل. حاضر يا ولد. لازم نكون جاهزين الليله الكبيره بكره ولازم انت تكون جاهز وتشوف شغلك. حاضر. بت انت اسمعي، شغل لوع الحريم ده انا ما بحبوش، انت فاهمه ولا لا؟ والا وايماني ما اخلي ايامك دي تعدي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا مشيخ؟ مين؟ حسن عبد الحكيم؟ ايوه حسن. لسه فاكرني؟ ايه اللي فاكرك يا ابني؟ بس انت رجلك ما جاتش هنا دي لك كتير. شد حيلك يا ابني، شد حيلك. ابوك ساب رجاله. شد على الله يا مشيخ. مالك؟ صوتك مش عاجبني. متضايق والله شويه. متضايق؟ متضايق من ايه؟ من نفسي. زين زين، الواحد لما يبقى متضايق من نفسه يبقى بيحاسب نفسه، ما فيش أحسن من إن الواحد يحاسب نفسه. حاسس إن قلبي مكفول وتايه. عشان موت أبوك. الواحد لما بيموت أبوه بيشوف الدنيا ضيقة ويشوفها كده مسدودة قدامه، لكن أنا حسب معلوماتي إنك بسم الله ما شاء الله عندك عيل ومراتك التانية حبله. الدفة في ايدك يا حسن، الدفة في ايدك يا حسن. انت مش ملك نفسك، انت ملك اولادك، واللي هتعمله هو اللي هيبقى لهم. فهمني يا حسن. ان شاء الله هعمل كل اللي اقدر عليه عشان محدش فيهم يحتاج حاجة من حد. ده مش قصدي يا حسن، انا قصدي العمل الصالح اللي هتعمله، ايدك اللي هتتمد للكبير والصغير. يعني التجارة مع الله يا حسن هي اللي هتبقى لهم.